السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الفصائل الدموية بالتفصيل. لخصت هذا الموضوع وحاولت أن أبسطه ما أمكن لأقدمه للمشاهد العزيز ميسرا مبسطا ومفيدا. تبدأ القصة في التعرف على الفصائل الدموية في أوائل القرن العشرين، عندما كان أحد الأطباء من جامعة فيينا كان يحاول معرفة سبب رئيسي وراء نجاح بعض عمليات نقل الدم وفشل العمليات الأخرى والتي كانت مميتة. فقام من خلال سلسلة من التجارب بتصنيف الدم إلى 4 فصائل رئيسية A, B, O و AB. واختلاف هذه الفصائل الدموية بسبب اختلاف الدم البشري وبسبب اختلاف الفروق الجينية من شخص لآخر. ويتكون الدم من 4 أجزاء: كريات الدم الحمراء، كريات الدم البيضاء، الصفائح الدموية والبلازما. وقبل أن أتكلم عن كل فصيلة ومميزاتها، أبين لكم فرق بين السالب والموجب للفصائل. فصيلة الدم الموجبة والسالبة تخص مادة بروتينية إضافية. إذا ظهرت هذه المادة في الدم تكون الفصيلة موجبة، وإذا لم تظهر تكون الفصيلة سالبة. والفصائل الموجبة أكثر انتشارا لأنها تورث كصفة سائدة، والفصائل السالبة تكون نادرة. أولا نبدأ بالفصيلة الدموية A، والتي صالحة للتبرع للفصيلة المماثلة لها والفصيلة AB. وما يميز الفصيلة A أنهم يتأقلمون بشكل جيد مع جميع التغييرات في نمطهم الغذائي، لكن عندهم جهاز هضمي حساس جدا، بالإضافة إلى أن جهاز المناعة لديهم ضعيف، ويناسبهم الغذاء النباتي والمأكولات البحرية وأيضا الخضار والفواكه والنشويات. ويفضل لأصحاب هذه الفصيلة A التقليل من الدهون والبروتينات وتجنب اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها، وذلك بسبب عدم وجود حمض الهيدروكلوريك والذي يساعد على هضم اللحوم. وأصحاب هذه الفصيلة تناسبهم الرياضات الخفيفة. وننتقل الآن للفصيلة الدموية B. هذه الفصيلة تسمى فصيلة البدوي، وهي تشبه كثيرا الفصيلة O. ويقول العلماء التغذية المناسبة لهذه الفصيلة يمكن أن تكون متوازنة وتجمع بين التغذية النباتية والتغذية الحيوانية، فيمكنهم تناول الأسماك واللحوم والخضر والفواكه ومنتجات الألبان بدون إفراط طبعا. فعندهم جهاز مناعة قوي، لكن يقال يجب أن يتجنبوا فقط النشويات، وتناسبهم الرياضات المتوازنة والتي تجمع بين العنف والخفة. وأما بالنسبة للفصيلة الدموية O، صاحب هذه الفصيلة الدموية يحمل بصمة الإنسان البدائي، والذي كان يعتمد في غذائه على الصيد والقنص وأكل لحوم الحيوانات. ولذلك فالذي يحمل الفصيلة O تناسبه التغذية الغنية بالبروتين الحيواني، وتشمل هذه الأغذية اللحوم والدجاج والأسماك والفواكه والخضروات، ويفضل تناول الفواكه ذات اللون الأحمر، ويتجنب النشويات ومنتجات الألبان. ويمكن لمن يحمل هذه الفصيلة أن يمنح دمه للفصائل الأخرى، ولكن لا يأخذ إلا من فصيلته. وأصحاب الفصيلة O تناسبهم الرياضات العنيفة مثل الفنون القتالية. وأخيرا الفصيلة الدموية AB، الذي يحمل هذه الفصيلة يقال عنه يحمل فصيلة الدم البخيل، مع احترامي لكل من يحمل هذه الفصيلة. قيل لأن الفصيلة AB تستقبل جميع أنواع الدم، لكنها لا تمنح إلا لنفس فصيلتها. وهذه الفصيلة وأصحاب هذه الفصيلة لديهم جهاز مناعة ضعيف جدا، ولكنها موجودة بنسبة ضعيفة بين سكان الأرض، حيث تصل نسبة وجودها فقط 5%. وقيل أن الأطعمة المسموح بها لأصحاب الفصيلة AB هي الأكلات البحرية والقمح بأنواعه والحليب ومشتقاته، وتناسبهم الرياضات الخفيفة. وللإشارة أصدقائي، السباحة تناسب جميع الفصائل الدموية التي ذكرت. وأيضا هناك بعض الأطعمة تناسب جميع الفصائل الدموية مثل زيت الزيتون. أشكركم إخواني أخواتي على حسن المتابعة، ولا تنسوا من فضلكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في عالم الرياضة وفنون القتال. وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.